يقول السائل: ما حق الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها لأنه يريد الزواج بالثانية مع العلم أنها طلبت الطلاق على الإسراء والتنازل حتى عن أطفالها في سن الحضانة، وإذا قال لها أطلقك بعد رمضان ونوى ذلك، هل يقع الطلاق مع العلم أنها ثالث طلقة، وهل يقع الطلاق وهي حائض؟ الطلاق حق للزوج، له أن يطلق، حق له، له أن يطلق متى شاء، ولكن لا ينبغي للزوج أن يستعمل الطلاق إلا عند الحاجة، عند الحاجة، إذا احتاج إليه يطلق، إذا ما احتاج إليه فالله يكره الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إذا كان ما هنا حاجة للطلاق فإمساكه لزوجته أحسن وأفضل له. وأما إذا قال سأطلقك بعد العيد أو بعد كذا، هذا لا يعد طلاقا، وإن لأنه وعد، لأنه وعد بالطلاق وليس طلاقا، حتى يطلق ويتلفظ ويقول أنت طالق أو زوجتي طالق. أما إذا قال سأطلقها يوم كذا أو في تاريخ كذا، هذا لا يعد طلاقا لأنه وعد بالطلاق فقط. وطلاق الحائض محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يقع، الصحيح أنه يقع طلاق الحائض، لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترجعها ويمسكها، ولو كان الطلاق غير واقع لما قال له استرجعها، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. هذا هو الصحيح. نعم.